هذا هو المشهد القادم من سوريا، وتحديدا من المناطق القريبة من تركيا. حرب طاحنة ضد وحدات حماية الشعب، حرب تقودها القوات التركية والجيش السوري الحر. وهذا مشهد مغاير من داخل تركيا. عجوز تركي قدم إلى بوابة كليسة الحدودية تعبيرا عن تأييده لعملية غصن الزيتون في عفرين. الدافع الأكبر لهذا العجوز هو أن ابنه أحد عناصر القوات الخاصة التركية التي تشارك في غصن الزيتون، يرفع علم بلاده ويدعو لابنه بالنصر. يعتبر هذا العجوز التركي أن العمال الكردستاني خطر كبير على وطنه، وأن عملية غصن الزيتون المستمرة هي لاستئصال الإرهابيين على حد تعبيره من حدود بلاده الجنوبية. للحرب وجهان، وجه يريد كثيرون إظهاره، لكن الجانب الآخر لها غالبا ما يكون بعيدا عن عدسات الكاميرات. ولعل قصة العجوز التركي واحدة من آلاف القصص لقوات تقاتل في عفرين لإزالة الخطر عنها.